ويبغى يخترق مشاعرك ويلعب في أعصابك، تحاول تكون مرن. في استراتيجية في علم النفس اسمها الأسطوانة المشروخة. الأسطوانة المشروخة كل ما أعطيك عيب شخصي فيك أو وقت انفعل تكون مرن، لا يحدث عندك ضغط ولا يحدث عندك قولون ولا قرحة ولا مشاكل ولا شيء، تكون من أحسن الناس. تخلي الشخص اللي يبغى يعني يثيرك هو الشخص اللي ينفعل. هذه مهارة غير عادية تواجهونها في المستقبل، سواء في 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 في, في تجارتكم أو في إعلامكم أو في شعريتكم أو في إنشادكم أو في كل مكان. بتواجه شخص يستفزك، إذا استفزك أنت اللي سمحت بأنك تفتح له صدرك ويعبث في مشاعرك، فهنا تخسر. وإذا عرفوك الناس بأنك سهل الانفعال عبثوا في 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 مشاعرك موجودة. طيب، في أشخاص علشان تتخلص منهم وعشان تخلصون منهم أصحابهم في استراحات ولا في بيوت ولا في جلسات ولا في كشتات، يقول لك كلمة ويزعل ويتلطم ويمشي ويقول خلاص أنا ما راح أروح معكم. وش السبب؟ لأنه أساسا سمح لنا بأن نعبث في مشاعره. طيب، أنت الآن ضغطك، من هو اللي متزوج منكم؟ في أحد متزوج؟ لا. أنت ما تزوجت؟ قضينا عزابية أنتم. عزابية. شيبان ترى ما عاد ممكن. اثنين، أنتم ترى إلى متى؟ رايحين نشتغل.